الرحيم. هلأ بدي أبلش بالبارت الأخير من ليكتشر 5 يلي عنوانه Canonical Representation of Boolean Function. الـ Representation of Boolean Function هن بينقسموا لنوعين، النوع الأول اسمه Non-Standard، النوع الثاني اسمه Standard. Non-Standard رح نبينه أو نشرحه بمثال. لو كان عند الاقتران F يساوي X and Y بين قوسين and X bar or Y بين قوسين or Z or Y W bar بين قوسين. لو حاولنا نرسم هذا الاقتران بسيركت، رح نجيب أول شيء X و Y، نعمل بيناتهم بوابة and، بعدين X bar و Y نعمل بيناتهم بوابة or، X bar مع Y نعمل بيناتهم بوابة or، Z و W bar نعمل بيناتهم بوابة or، Z و W bar. هلا بين هاد وبين هاد في عملية and، فمنجيب من هنا نعمل and، وبين هاد وهاد في or، فبنجيب من هون سلك نعمل or. لو قسمنا هاي السيركت لمراحل، هون مرحلة أولى، هون مرحلة تانية، شو هي العمليات اللي حصلت في المرحلة الأولى؟ and or or. شو العمليات اللي صارت في المرحلة الثانية؟ and or. بنلاحظ انه كانت العمليات مش موحدة، فهون كان اشي or واشي and، وهون اشي or واشي and، ما كان كله or او كله and، وهون ما كان كله or وكله and. فعلى هذا الاساس حكيت عنها non standard، لانه بالليفل الواحد ما كانت كل العمليات واحدة، فأكيد 100% الستاندرد رح يكون إشي مرتب بكل ليفل في عملية واحدة متعددة. فنشوف هلأ الستاندرد. الستاندرد فيها 2 ليفل، ليفل بيحصل فيه كل الأند وليفل بيحصل فيه كل الأور. هلأ مين بيحصل أول، أور ولا أند؟ رح على هذا الأساس رح نقسم لفرعين. الفرع الأول اسمه sum of product، والفرع الثاني اسمه product of sum. رح نبلش أول شيء بالsum of product. sum of product العملية الأولى اللي بتحصل هي ending، العملية الثانية هي oring. فأنا بعمل ending لكل الانبوت بعدين بعمل لهم oring. شوف هذا المثال، الاقتران f يساوي xy or zw bar. نحاول نرسمه كسيركت x و y، العملية يلي بيناتهم and، Z و W bar العملية اللي بيناتهم برضو and، العملية بين هذا الترم وهذا الترم هي or، فجمعناهم ب or gate. لو حاولنا نقسم السيركت لقسمين، هذا سميته ليفل واحد وهذا سميته ليفل اثنين. الليفل الأول شو العملية اللي كانت فيه؟ هنا and وهنا and. الليفل الثاني شو العملية اللي كانت فيه؟ or. فبنلاحظ إنه مرتب، ليفل أول مخصص لعملية واحدة وليفل الثاني مخصص لعملية واحدة، ما في عجقة يعني or و and مع بعض. فهذا بسميه sum of product، أول شيء ending بعدين oring. هلأ sum of product نحن بنعرف إنه هدول اسمهم تيرم وهذا اسمه تيرم، لكن في حالة السم اوف برودكت لو كان كل تيرم بيحتوي على المخرجات الانبوت كاملة، شو بحكي عنه؟ بدل التيرم بصير احكي له من تيرم. على سبيل المثال هون عندي X و Y، هون عندي Z و W bar. هذا الترم الأول شو ناقص عليه؟ Z و W، وهذا الترم الثاني شو ناقص عليه؟ X و Y. بقدر أحكي عن هذا من ترم؟ لا، لأنه ناقص. بقدر أحكي عن هذا من ترم؟ لا، لأنه ناقص. فبضل اسمه ترم وبضل اسمه ترم، فبهاي الحالة ما بيكون اسمه كونونيكال. فكونونيكال هي كلمة بستخدمها عشان أعبر إنه الترم بيحتوي على كل
العناصر. نشوف هذا المثال: الاقتران F يساوي X Y Z or X Y bar Z bar. بسألني هل هذا الفانكشن ستاندرد ولا مش ستاندرد؟ هلا نحن أخذنا الفرق بيناتهم، ستاندرد ولا مش ستاندرد؟ بنشوف X Y Z صار أول شيء بيناتهم AND، X Y bar Z bar صار بيناتهم AND، فإذا AND وAND بعدين OR، هل كان مرتب ولا معجوق؟ كان مرتبين ANDing بعدين ORing، فنعم هو ستاندرد. بسألني هل هو كانونيكال ولا لا؟ بشوف الترم فيه X Y و Z، والترم الثاني X Y و Z، هذا بيحتوي جميع العناصر وهذا بيحتوي جميع العناصر، إذا هل هو كانونيكال؟ نعم. هلا الترم هذا شو بصير اسمه؟ مين ترم. شوف المثال الثاني: F يساوي X Y Z bar or X bar Y، هل هذا الفانكشن ستاندرد ولا لا؟ بشوف ال X وال Y وال Z بيناتهم AND، ال X وال Y بيناتهم AND، فكانت العمليات AND و AND بعدين OR، فإذا هو ستاندرد، مرتبين كل واحدة على ليفل لحالها. طيب هل هو كانونيكال؟ بنشوف الترم الأول بيحتوي على X Y و Z، الترم الثاني بيحتوي على X Y بس، وين Z؟ معناته ناقص، فهو ليس كانونيكال، مو كانونيكال هذا. شوف هذا السؤال: What is the number of possible min terms؟ إذا كان عندي عدد الـ variable يساوي 2، كان عندي أنا 2 variable هن X و Y، من هدول الـ 2 variable كم عدد الترم أو الحدود اللي بقدر أصنعهم من هدول الـ 2 variable؟ شو رح يخطر على بالنا؟ ممكن أعمل X Y، ممكن أعمل X bar Y، ممكن أعمل X Y bar، ممكن أعمل X bar Y bar. في خيارات تانية غير هدول؟ ما في خيارات تانية. إذن كم عدد الاحتمالات اللي بقدر أعملها؟ 4 احتمالات من الترمز. لو بدنا نعمل أو نعرف كيف sum of product بيصير من خلال truth table، أول شيء بعمل خانة فيها X و Y، لو كان عندي فقط متغيرين يعني X و Y، خانة تانية من term، خانة تالتة الاقتران F، خانة الاقتران F بيكون معطيني إياها بالسؤال، يا هاي القيم يا قيم غيرها، يعني هو يعني بتكون جاي من السؤال نفسه. نبلش حل. أول شيء هون بعبي صفر صفر صفر، واحد واحد صفر، واحد واحد، مثل ما تعلمنا نعبيهم بالفيديوهات السابقة. هلأ المين تيرم كيف؟ أي إشي صفر بحط فوق إي بار، وأي إشي واحد ما بحط فوق إي بار. كيف يعني؟ هلأ نبلش هون صفر صفر، الإكس قيمتها صفر والواي قيمتها صفر، إذن الإكس بحط عليها بار والواي بحط عليها بار. شو العملية اللي بيناتهم؟ نحن بنتعامل مع sum of product، يعني أول شيء ending بعدين oring، العملية بيناتهم بالأول راح تكون ending، فراح نحط ending بين x bar وال y bar. نروح على السطر اللي بعده 0 1، الزيرو على مين؟ على x، وال1 على مين؟ على ال y. إذا مين اللي فوقيها بار؟ ال x ولا ال y؟ أكيد ال x، فبنحط هنا x فوقيها بار، and ال y ما في فوقيها بار لأنه قيمتها واحد. روح على السطر الثالث 1 0، ال 1 تحت ال x، ال 0 تحت ال y، إذا ال x ما عليها بار، ال y عليها بار. روح على السطر اللي بعده 1 1، ال 1 تحت ال x و 1 تحت ال y، ولا وحدة صفر، إذن على مين منحط البار؟ ولا على وحدة، فبصير عندي X and Y. هلأ شو وظيفتي هون؟ ليش معطيني الاقتران F قيمه؟ لما يكون عندي
Some of a product. دائما بدور على الاقتران يلي قيمته واحد، يعني هون وهون وهون. يلي قيمته صفر ما بتهمني. Some of a product يعني بدي الاقتران يلي قيمته واحد. هلا المين تيرم كيف منبلش بعدها؟ هذا يسمى من تيرم زيرو، هذا يسمى من تيرم ون، هذا من تيرم تو، وهذا من تيرم ثري. هلا رح نبلش. الاقتران اف يساوي مين اللي جنبهم وحدات؟ هذا وهذا وهذا. طيب اول واحد شو هو؟ من تيرم زيرو، من تيرم زيرو. تاني واحد شو؟ من تيرم ون. شو جنبه؟ صفر، ما بدي اياه. بنيجي على الثالث يلي هو من تيرم تو، من تيرم تو. واخر واحد جنبه واحد اللي هو من تيرم ثري. طيب شو العملية اللي بدي احطها بيناتهم؟ اور ولا اند؟ هلا المين تيرم زيرو والمين تيرم اثنين والمين تيرم ثلاث في داخلهم اند، شو بصفي علي؟ عمل لهم اور. هاي اور جيت وهي اور جيت. اذا الاقتران اف عبارة عن من تيرم زيرو اور من تيرم تو اور من تيرم ثري. طيب في طريقة تانية اكتبها كمان، ممكن احكي summation لمين؟ للزيرو وللتو وللثري. هاي اشارة sum of a product. زيرو اللي هي قصدهم من تيرم زيرو، اثنين يعني من تيرم اثنين، ثلاث يعني من تيرم ثلاث، اللي هن جنبهم وحدات. وممكن في طريقة ثالثة للكتابة، من تيرم زيرو وين موقعه بالجدول؟ هيو. شو هو عبارة عن ايش؟ عبارة عن x bar and y bar بين قوسين. or من تيرم تو وينه بالجدول؟ هيو، عبارة عن x and y bar، x and y bar. or من تيرم ثري مكانه بالجدول؟ هيو، عبارة عن x and y. إذا أنا عندي ثلاث طرق لحتى أعبر عن الاقتران F، يا هاي يا هاي يا هاي، والثلاثة صحيحات. طيب هلأ بدنا نرسم السيركت تبعت هذا الجدول أو هذا الاقتران. طبعا هاي السيركت ما رح أرسمها لكل عناصر F، لا رح أرسمها بس للي قيمهم واحد، اللي هن هلأ حليناهم من ترم 0 و 2 و 3. نيجي على من ترم 0، في عندي X و Y و X و Y و X و Y. من ترم 0 مثل ما قلنا الX عليها بار والY عليها بار، فبنحط هون بار بار. المين تيرم 2 عبارة عن X و Y بار، نترك الX مثل ما هي والY عليها بار. هلا X و Y اللي هو من تيرم 3 ولا واحدة عليها بار. شو العملية بين كل واحدة وواحدة؟ أندينج. هاي في عنا أند جيت، بنحط هون أند جيت وهون أند جيت وهون أند جيت. هلا شو بدي آخر شيء بدي أجمعهم بشو؟ هاي أور جيت، فبنعمل أور جيت كبيرة نجمعهم الثلاث، وهذا هو الاقتران F. طبعا هذا عبارة عن من تيرم زيرو، هذا من تيرم اثنين، هذا من تيرم ثلاث. من تيرم واحد يلي جنبه صفر ضروري أرسمه؟ مو ضروري. ضروري أكتبه؟ مو ضروري، لأنه غلط رح يعطيني جواب غلط. فهيك نحن بنكون عبرنا عن الجدول كامل، الاقتران كامل. طيب في حال طلب مني الاقتران F لكن عندي أنا ثلاثة variable X و Y و Z، مو بس X و Y، كيف بنحل؟ نفس الاشي بس اللي بيختلف عندي عدد المتغيرات وعدد الرسمات وكل اشي، لكن نفس طريقة الحل. مثل ما تعلمنا بالفيديوهات الماضية كيف بنعبي ثلاث متغيرات؟ أربع أصفار أربع وحدات، بعدين صفرين وحدين، صفرين وحدين، بعدين صفر واحد صفر واحد صفر واحد صفر واحد. طبعا خلينا نعمل هيك مشان ما نتخربط. هلا هذا الاقتران اف الخانة هو بيكون معطيني اياها بالسؤال، ما دخلني فيها انا. نبلش.
طبعا نحن بعدنا بالسم اوف برودكت، يعني هذا راح يكون اسمه من تيرم 0، من تيرم 1، من تيرم 2، من تيرم 3، من تيرم 4، 5، 6، 7. وين الاف يساوي 1؟ هون وهون وهون. الباقي ضروري اضيع وقتي واحله؟ ما في داعي، باخذ بس اللي جنبهم 1. اللي جنبه 1 مين هو؟ من تيرم 1. من تيرم 1 عبارة عن، بشوف 0 0 1، الزيرو فوق الاكس اذا اكس بار، اند زيرو فوق الواي اذا واي بار، اند 1 فوق الزد اذا زد بدون بار. مين كمان جنبه 1؟ من تيرم 2 يساوي عبارة عن 0 1 0، الزيرو فوق الاكس اذا اكس بار، اند 1 فوق الواي اذا واي، اند بدون بار. 0 فوق الزد اذا زد بار. مين كمان جنبه 1؟ من تيرم 5 يساوي، من تيرم 5 عبارة عن 1 0 1، 1 فوق الاكس اكس، اند 0 فوق الواي واي بار، اند 1 فوق الزد زد. هدول الثلاثة اللي بيهموني بدي أعبر عنهم هلأ. الاقتران F يساوي، حكينا هو من تيرم 1 أور من تيرم 2 أور من تيرم 5، يلي جنبهم وحدات. طيب طريقة تانية للتعبير، summation 1 و2 و5. طريقة ثالثة للتعبير، المن تيرم 1 عبارة عن شو؟ عبارة عن X بار Y بار Z، سكر القوس، or من تيرم 2 X بار and Y and Z بار، سكر القوس، or من تيرم 5 X and Y بار and Z، سكر القوس. إذا هي كتبنا الثلاث طرق. هلأ بدنا نرسم، رح نرسمهم كلهم؟ لا طبعا، بس اللي جنبه وحدات. من تيرم الأول فيه ثلاث متغيرات X Y و Z، X Y Z، X Y Z، X Y Z. هلأ هذا ال X عليها بار وال Y عليها بار، بار بار. الثاني بس ال X وال Z عليهم بار، بار بار. الثالث بس ال Y عليها بار. هلأ العملية بيناتهم هي AND، نعمل هون AND gate، هون AND gate، وهون AND gate. شو بصفي علي؟ أجمعهم ببوابة OR. هذا هو الاقتران F. فهذا من تيرم 1، هذا من تيرم 2، هذا من تيرم 5. فعملنا أول شيء ANDING بعدين ORING. فهذا بسميه الليفل الأول، هذا بسميه الليفل الثاني. شوف هذا السؤال، الاقتران F يساوي summation 1 2 9 10، find F in term of variables. معطيني صيغة من صيغ التعبير عن الاقتران F اللي هي summation للمن ترم 1، من ترم 2، من ترم 9، من ترم 10. بده ياني أجيب له قيم المن ترم كفاريابل، يعني XY XYZ إلى آخره. كيف بدي أعرف؟ أنا ما عندي جدول وما عندي أي شيء. بتطلع على أكبر رقم داخل القوس يلي هو 10. طيب العشرة كيف بتنكتب؟ 1 2 4 8. العشرة عبارة عن 8 زائد 2، 1 1 0 1. إذن كم بت نحن استعملنا؟ هي 1 هي 2 هي 3 هي 4، استعملنا 4 خانات. إذن كم عدد المتغيرات اللي عندي؟ 4 متغيرات، X Y Z و W. فأنا عندي 4 متغيرات، X Y Z و W. طيب هلأ هنا نطلع هون على الإشارة، هي إشارة summation. إذا نحن بالsum of product، كم رقم عندي؟ 1 2 3 4. إذا رح أعمل 4 من هدول، X Y Z W or X Y Z W or X Y Z W or X Y Z W.
هلأ رح نبلش. هذا رح يعبر عن أول من ترم الأول، وهذا رح يعبر عن من ترم الثاني، وهذا رح يعبر عن من ترم التاسع، وهذا رح يعبر عن من ترم العاشر. هلأ بدي أعرف أنا وين أحط البار على أي من هاي الرموز، فشو بعمل؟ الواحد كيف بتنكتب؟ عبارة عن، دايما نخلي على جانب، 1 2 4 8 مضاعفات يعني. الواحد هي عبارة عن 1 والباقي أصفار. إذن مين هي الأصفار؟ هدول الإكس والواي والزد، فالتلاتة عليهم بارات. بضل الدبليو ما عليها بار لأنه قيمتها 1. نشوف هذا التنين كيف بتنكتب الاتنين؟ 1 تحت الاتنين والباقي أصفار، فبنحط بار على مين؟ على هذا وهذا وهذا يلي هن إكس واي ودبليو، بار بار بار. يجي هون 9 كيف بتنكتب؟ 9 عبارة عن 8 زائد 1، فهنا 1 وهنا 1 وبيناتهم أصفار. راح نحط بار على مين؟ على 2 اللي بالنص يلي هن واي وزد، هون بار وهون بار. والعشرة عبارة عن 8 و2، فهون 1 0 1 0، راح نحط بار على هذا وعلى هذا اللي هن واي ودبليو. هيك أنا بكون جبت له الناتج النهائي. أول شي بتطلع على أكبر رقم مشان أعرف كم متغير عندي، بعدين ببلش أكتب كل واحد مشان أعرف البارات وين أحطها. هلأ عندي هنا مثال تاني، F يساوي XY or Z bar convert to canonical. في عندي هذا الاقتران بده ياني أحوله لكانونيكال. شو حكينا كانونيكال معناها؟ يعني كل تيرم بيحتوي على جميع المتغيرات. فمنشوف هذا الاقتران، هذا التيرم الأول فيه X وY، وهذا التيرم الثاني فيه Z. معناته التيرم الأول شو ناقصه؟ Z، والتيرم الثاني شو ناقصه؟ X وY. فمشان ما نعجق حالنا نقسم الحل لنصين. النص الأول راح نحول الإكس واي لكانونيكال، والنص الثاني الزد لكانونيكال، بعدين مجمعهم مع بعض. ناخد هلأ الإكس واي. الإكس واي مثل ما حكينا شو ناقصها؟ ناقصها زد. فالإكس واي بنحكي and 1 مشان نفك الواحد. إكس واي and 1 يساوي إكس واي. الواحد عبارة عن إيش من الفيديو السابق؟ نفروض حفظناهم. الواحد عبارة عن زد أور زد بار. هلأ بنوزع، هذا بندخله على القوس، إكس واي زد أور إكس واي زد بار. دخلنا الإكس واي على القوس، إذن صارت عندي هاي جاهزة إكس واي زد، وهاي جاهزة إكس واي زد. إذن هذا كملنا. روح على القسم الثاني اللي هو زد بار. زد بار شو ناقصها؟ ناقصها شغلتين، الإكس والواي، فبنضربها بواحد. شو بتصير؟ زد بار أند الواحد، فكيها الواحد بنفكها، يا لإكس يا لواي. خلينا نبلش بالإكس بعدين بالواي. الواحد عبارة عن إكس أور إكس بار. هلأ بنوزع زد بار على هذا القوس، بصير X زد بار أور X بار زد بار. طيب هلأ هذا الترم ناقصه Y وهذا الترم ناقصه Y، فشو بنعمل؟ نضرب هون بواحد ونضرب هون بواحد مشان نفك الواحد مرة تانية. هلأ X زد بار الواحد عبارة عن Y أور Y بار أور X بار زد بار الواحد عبارة عن Y أور Y بار. هلأ بنوزع على القوس، X Y Z بار أور X Y بار Z بار أور. طبعا يفضل أنه يكون ترتيب يعني زي ترتيب الحروف الأبجدية X Y Z، بلا ما نعجق حالنا ونحط الزد بالأول وهيك أرتب. هلأ هون X بار Y Z بار أور X بار Y بار Z بار، فصار مترم بيحتوي كل شيء، هذا بيحتوي كل شيء، هذا بيحتوي كل شيء، وهذا كل شيء، وهدول جاهزين. فشو بنعمل هلا؟ بضل نرجع للاقتران الرئيسي اللي هو بيناتهم اور، بنجمعهم كلياتهم، بصير عندي اكس واي زد اور اكس واي زد بار اور اكس واي زد بار اور اكس واي بار زد بار.
or x bar y bar z bar or x bar y bar z bar. هلا ممكن هذا السؤال يجي ضع دائرة، وأنا ما ألاقي هذا الجواب النهائي، بيكون في عندي شغلة بسيطة ما كملتها. وقت ألاقي اثنين ترم بيشبهوا بعض باخد منهم واحد بس. فمثلا عندي x y z bar و x y z bar باخد منهم واحد، فبصير x y z or x y z bar، ما بخليهم التنتين باخد واحدة منهم، أو بنزل هدول الباقي كلياتهم مثل ما هن.